السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء. بعد ما شرحنا محاضرة الـ communication process، تعالوا مع بعض كده نشوف ممكن الأسئلة تيجي إزاي، ودي تحط الأسئلة a true false MCQ list and so on. أول حاجة definition of communication، ممكن تيجي دي في give the short answer، ممكن تيجي complete، ويبقى في communications definitions، اكتر من definitions. ممكن يجي MCQ وانت تختار ال definitions، او انت تعرف بنفسك وتختار واحد من التعريف. طبعا ال elements ممكن اقول لك list the element of the communications او ال component of the communication، just list sender receiver message and so on. كمان في ال structure models لل element، ممكن يبقى في ام سي كيو واحده من مثلا اقول ام سي كيو اجيب الديفينيشن للسندر، اقول الديفينيشنز جاست اللي انا اقول سندر از اوريجينيتور اوف ذا مسج هو سند ذا مسج، واقول لك ده يبقى مين، فانت هتقول السندر، او اقول لك عرف لي السندر في الاليمنت هو عباره عن ايه، وده بينطبق طبعا على كل الاليمنت سندر وريسيفر ومسج اند سو اون. اوكي، التايب اوف مسج ممكن اقول list the type of the message according مثلا structure according medium according flow، فبالتالي انت تقول according structure وليست الفورمال والانفورمال. ممكن كمان اجيب التايبس للميديوم verbal او non verbal. لازم كمان في المحاضرة اللي قبل كده خدنا ايه هي الفيربال والنون فيربال، والفيربال اي كلمة مقروءة مسموعة او مرسلة، فهتقول لي اقول لك اديني اكزامبل مثلا للفيربال. النون فيربال زي الاي كونتاكت والبوستشر اند سو اون. ممكن اقول لك اديني اكزامبل للفلو دايركشن للابورد، هتقول لي الابورد هو من السب اوردينيتور للسينيور، الدومينورد من السيريور السب اوردينيتور، الهوريزونتال ان ذا سيم بوزيشنز، والديجونال من حد سينيور في ديبارتمنت لحد تاني في ديبارتمنت من السب اوردينيتور في ديبارتمنت. ممكن اقول لك ايه هي التايبس للريسبونس، تقول لي وان ويز وي تو ويز فور كوميونيكيشنز للتايبس. الفرق طبعا بين الوان ويز والتو ويز ده مهم. ممكن اقول لك فرق لي بين الوان ويز والتو ويز، هتقول لي الوان ويز فيها سندر وفيها مسج والريسيفر هيستقبلها، لكن ما فيهاش مين الاربعه اللي هيبقوا هنا في التو ويز مين، الفيدباك طبعا هتفرق. اوكي، لكن الوان ويز في ممكن صح وغلط، اقول لك الوان ويز فيها سندر وريسيفر ومسج وفيدباك، طبعا هتبقى غلط لان الفيدباك مش موجوده غير في التو ويز للكوميونيكيشن. طبعا الشانل للكوميونيكيشن فورمال وانفورمال مهم جدا اعرف الادفانتج والديس ادفانتج وبدي اكزامبل عليها. كمان الحاجات المهمه في الكومبارزون، طبعا انا عامله هايلايتد بالاحمر، ممكن اقول لك اعمل لي مقارنه بين الفورمال والانفورمال من ناحيه ثلاث حاجات او اربع حاجات، مش هجيب كل المقارنة الطويلة دي طبعا 12 حاجة، فانت تعرف اهم واسهل مثلا بشوف ايه السهل بالنسبة لي وبيكون سهل في كتابته. كمان لما اقولك اعمل مقارنة ما بين اربع نقاط، مقارنة بين الفورمال والانفورمال، الادفانتج طبعا لازم اكون عارفة الادفانتج والديس ادفانتج، وهتلاقي ان في هايلايتد الاهم كمان المرتبط الكلام الاساسي طبعا للتايتل الكبير الفري انفايرمنت ده اساسي، الاوبتيننج ايميدياتلي فيدباك، دول اساس انت منشن. ممكن اجيب واحده منهم واقول لك اشرح لي في الادفانتج بيحصل انتربريتيشنز او امبروف للابور او وات ايفر، فانت تقدر تشرحها باسلوبك انت، وطبعا مش لازم كوبي بيست من الكلام المهم يوصل ان انت فاهم الكلام اللي انت بتشرحه او بتقوله. وطبعا لازم نتدرب الكتابة للهيدن اكتب صح، لان السبيلنج ده مهم جدا. طبعا الديس ادفانتج نفس الكلام، المين تايتلز لازم اكون عارفاه واكتبه صح قوي، وبعد كده الكلام اللي تحتيه اشرحه باسلوبي ما فيش مشكلة خالص، مقبول طبعا الكلام دوت. كمان اخر حاجة بقى الفلو، ممكن في الفلو هقول لك الابورد كوميونيكيشن تشرحها، او اجيب لك رسمه وتختار مين ابورد مين داون وورد مين هوريزونتال اند سو اون. اوكي شباب، المقارنه البسيطه دي اللي احنا شايفينها بين الهوريزونتال والديجونال
ممكن اقول برضو قول لي 3 اوجه مقارنة ما بين الهوريزنتال والديجونال. طبعا هما اكتر من 3، فاحنا على الاقل نحفظ 2 او 3 نبقى فاهمينهم، وبالتالي انت ما تبقى فاهم حاجة وهتيجي تكتبها هتوصل صح. ودي الاشكال ممكن برضو اجيب من الاشكال دي اقول لك من داون وورد، من اب وورد، من هوريزنتال ديجونال اند سو اون. اوكي يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله امتحانات سهلة وموفقة للجميع.